السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أسأل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يسعدكم سعادة لا تشقون بعدها أبدا. إني أحبكم في الله، ولأجل هذه المحبة أهديكم في هذه الحلقة كنزا من كنوز الرقية الشرعية، طبقوها ودلوا عليها فبإذن الله ما دللت أحدا إلي إلا وانتفع بها. أولا، تحضرون ماء زمزم. ولماذا ماء زمزم؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هي طعام الطعم وشفاء السقم، وقال بأبي هو أمي ماء زمزم لما شرب له. يفتح ذلك الإناء أو ذلك الجركن الذي فيه ماء زمزم، ثم يبدأ المريض يقرأ سورة البقرة، كل صفحة صفحتين ينفث في الماء، انتهى من البقرة يبدأ بقراءة أربع سور، هي الفاتحة، الإخلاص، الفلق، الناس، تقرأ ثلاثا أو سبعا في كل مرة أيضا ينفث. أول ما ينتهي المريض فورا يشرب بنية الاستشفاء، يشرب ويحاول يتضلع، السنة التضلع ماء زمزم، يشرب حتى يرى أنه اكتفى، ثم يبقي شيئا قليلا فيذهب إلى دورة المياه أكرمكم الله فيزيد عليه بعض الماء الدافئ فيغتسل. طبعا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله سئل عن الاغتسال بالماء المقروء عليه في دورة المياه، قال لا بأس به، إن استطاع الإنسان يغتسل خارج دورة المياه بدون مشقة خروجا من الخلاف فلا حرج، في مشقة يغتسل في دورة المياه. هذا البرنامج يطبق مرة مرتين ثلاث إلى سبعا بإذن الله تنتفعون به، ما دللت أحدا إليه إلا انتفع بإذن الله جل وعلا. الله أسأل أن يجمع لي ولكم بين الأجر والعافية، انشروه لا حرمني الله وإياكم أجره، استودعكم.